ماشي قررنا نديو ولا شي حاجه مزيونه والله المهم على قد الحال يعني مزيونين ومهم كل واحد كيمشي على قد الجهد ديالو ها هما. السلام عليكم خوتي كيف نتوما لاباس عليكم بخير نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي وبصحه جيده. المهم اليوم واحد النهار مزيون غادي نهبطكم معايا اليوم جبرتوني غادي نمشي نشري واحد الريغالو لمن يلا قولوا لمن. المهم اليوم ان شاء الله يا ربي ماشي اليوم غادي نمشيو للسابع باقي ان شاء الله. المهم اليوم عاد غادي نهود نشري واحد الريغالو بالمناسبه السابع دراديه ان شاء الله يا ربي الله يكمل نفاسها على خير وربي يخلي لها وليداتها ان شاء الله. والمهم قلت غادي نهبطكم معايا للسوق ونساريكم معايا وانتم غادي تختاروا معايا صافي. حنان ويا شرفت عليا شرفة. المهم هذا الملتقى ديالي انا وحنان نهبط حنان نطلع حنان. المهم غادي تدي حنان معايا. السلام عليكم حبايب ديالنا كيصبحتوا لاباس عليكم بخير يعني نتمنى من الله يكون كلشي بخير وعلى خير. اليوم هودين انا وفاطمه الزهراء وغنتلاقاو مع كريمه مع من غنتلاقاو اخو في ماشي مع بشرى غادي نفطر السوق ان شاء الله يا ربي وهانتوما معنا يلا يوم صباح النهار كي حب والله الا لا نهار ظل بحر اليوم حق الله. تلاقينا مع كريمه مع الاخت بشرى والاخت نجاة المهم هربنا السوق ونشوفوا شنو غادي نشري. المهم فواحد الحانوت كتحمق. المهم صراحه هو هادشي ديال العيال مزيون بزاف وكلشي مزيون وما كرهناش نديو هادشي كامل والله العظيم كلشي حلو. السلام عليكم متتابعين اختي فاطمه الزهراء وخي محمد كنتمناكم تكونوا بخير على خير ان شاء الله يا ربي وعشكم مبروك الله يدخل عليكم الصحه والسلامه واش تمنيتوا ان شاء الله. كما كتشوفوا جات معطله هي الاخرانيه اختي حنا تاخرنا هي باش جايه الاخرانيه حنا سالينا ويا سيده عاد ما جات ما عرفتش علاش فيها الكذب بزاف باقي ما شرا والو عرفتي فوقاش عيطت لها دخلت بشرى عرفتي شنو الساعه جاتنا عندي في الصباح وعيطت لها قالت لك انا باقا عاد زعزعت امي لا كان عندي شي غرض والله عاد نايضه كتعمل كانان النعاس كان عندها الغرام حنان فيكنا فيكنا حنان شنا تلاقينا واحد السيد وقدينا واحد الغرض والله يتقبل منا هذا حلوين هذا قالوا لي عندي انا اوه جزاك الله حلوين دعيو مع حنان ان شاء الله جدي ولا هاد الحانوت كامل ان شاء الله دعيو معها الدنيا الصالحه والله يسهل على كل واحد اللي ما عندهاش الدنيا الصالحه الله يفرحها بهاد العواشر ان شاء الله يا ربي. ها انتم دهلي لي نعمل فل راسي الله يسهل على الجميع ان شاء الله يا ربي والله يفرح كل واحد ان شاء الله يا ربي. المهم نعملوا معكم واحد الجوله خفيفه ونشوفوا شنو غادي ندير ان شاء الله. السلام عليكم المتتبعين اختي فاطمه الزهراء وخي محمد كيفكم مزيانين صحه لاباس مرحبا بيا عندكم قناه اختي فاطمه الزهراء كنتم مزيانين اليوم ان شاء الله يا ربي وصلنا عندكم كسيوخ وحقاش عندهم الذوق مزيون كنا نطلع عندهم ان شاء الله يتسخروا معنا وانتم معنا في النهار هذا ان شاء الله يا ربي. مرحبا بكم اختي نجاة شكرا لك مرحبا بك. السلام عليكم المتابعين ديال فاطمه الزهراء ولدي محمد كي دايرين اخباركم ان شاء الله كلشي بيكون بخير وعلى خير يا ربي. باش ما تمنيتو يا ربي اللي بغى شي امنيه الله يحققها ليه والله يرزقها ليه. ومرحبا بينا عندهم في القناه اليوم مسكينه اليوم هي جات معنا هي وكريمه جايين معذبناهم لا مرحبا هما اختاروا معنا انا ويوميه نجاة اختاروا معنا الكادو حنا نقولوا الكادو انتم عند ويصال وعلي ان شاء الله باذن الله غدا السابع نهار الاثنين السابع وغادي كاملين معروضين كلنا معروضين ومرحبا بينا كاملين ان شاء الله وغانتوما معنا يلا انتوما معنا العطاس هادو هاد الكونه هادو كيحمقوا مزيان بزاف مزيان نوضو نوضو تحبالو وتولدو الله يرزق على كل واحد والله يسهل على كل واحد ان شاء الله يا ربي الله يفرح الجميع ويفرحك حنا لوسي ربي فرح جميع المسلمين ان شاء الله يا ربي. بحال هذه كنت جبتي نعمران ياك بحال هذه
نورك شتي لاتها مهم الاخوان دورنا حتى هنا وقلت لهم عرفتي شنو صافي الحويجات تبارك الله ما شاء الله كلشي جاب لها ريغالوس كلشي جاب لها الحويجات يعني ماشي حاجه والمشكله هي ملي كيكونوا صغارين دغيا كيكبروا قلت لها عرفتي شنو ماشي الفكره ديالي بوحدي حتى الحانه لستي اختي الفكره سرقتوها مني لا عسكم قالت الدار سمعوني قالوا قلت هذا الاولانيه حق صحتكم بحال انا بحال انتم شحال هذيك دوي انا معاري دابا راه ينتم شنو يشريو اجي قال قالت فاطمه الزهراء الاولية كنتينا مزيانه بخير الحمد لله الله يحفظك شكرا متتبعين دابا تحيه ليهم يا بنتي شري بشي داكشي ديال التشمالق وهذا داكشي كيمشي يا بنتي وبشي شري شي خويتما ولا شي بورسيلا بعدا كتبان اختي ما كناش معك اختي ما كناش معك صراحه الفكره دا حنان لوستي وديالي قلنا كلشي العسل كيدير الحميجات الحميجات دغيا كيصغارو والله الا ايوا صافي عليها شي قررنا نديو ولا شي حاجه مزيونه والله المهم على قد الحال يعني مزيونين ومهم كل واحد كيمشي على قد الجهد ديالو ها هما مني كشات والخويتيما صراحه مزيونين وعلى قد قد الجهد الانسان الصحه والصحه والعمر طويل العمر ربي يخليها لماما يفرح اي واحد ان شاء الله يا ربي ان شاء الله العقبه لاختي حنان ان شاء الله ثاني يفرحوا بها اي والله ان شاء الله العقبه الكريمه مع شي بنيته ان شاء الله يا ربي وفاطمه الزهراء بركه عليها عندها بنيته والعزري بركه حتى نعاد نقول ان شاء الله حتى عمرها تحكم على الواحد واش خصو ولا لا ما كيعجبنيش تقول عقبه فاطمه الزهراء انا ما كيعجبونيش الريال بزاف كيعجبونيش صافي الله يستر الامور الله يعاونك الله يجيب لها اختي كنصور ولا شنو راه المهم اختي بشرى عرفتي شنو دينا الرقا بشرى نجحوا هذه الحيوه دابا خلصوا الراجل وكملوا الهضره لا تي اختي يقول هذوك يدوروا هنايا عرفتوا انا اختي بشرى دينا بحال عطيتنا على ياك قالت لي عرفتي شنو لا حبيبتي هي تبقى لا ما عليه لا لا عادي لا والله الفرق لا فرق باين لا لا عادي والله الا عادي مزيان ولا لا لا عادي لا والله الا ما كاينش بحالو لقينا واحد اللي بقى داكشي علاش بالصحه وراه المهم شنو قالت لي قالت لي دابا انا ديت منك الفكره حتى هي مسكينه نهار وهي كدور شنو غادي ناخذ شنو غادي ناخذ في الاخر ما قالت لي عرفتي شنو قلت لها شو مزيونين هادو قالت لها انا غادي ندي بحالك ماشي مشكل قلت زعما انا غنخلصهم لك كل واحد غيخلص على راسو بالصحه وراها خاصني نعمل فيه شي مقلب ندخل ونقول له جبد لي شي مضمه وشي شكله ويجبدهم لي وبقى نختار اختار في الاخر نقول له تيسهل عليا الله ويجبدهم شنو قلت لي زوينه هادي زوينه هادي درت فيه شي مقلب مدخل وحده اه مالو اللي ما عنده شي ما يشوفش لا دابا المشكل ماشي تشوف شوف مع راسك المشكله هي وحده جات جوج بهم انا اللي خاتم حسبيه جبات لنا الخاتم حسبيه بدات كتقيس لا والو زيد شوف واحد اخرى ما دارتش حتى وحده جبناها في واحد الحانوت عين مع مول السبردينه ترى لي البيضه وبديت كنفتش لها لا نيت باقي انا نيت بحال المراه ما شتش لان ملي كتقول لك الناس صغيره زيد واحد حتى جبات لا القياس ديالها كملت تقعد هي هي هذه ديالها مع صاحبتي على ساقتي وانا ما غاديش تجي دابا انا غادي نسكن ساقتي وصافي ماشي حشومه قلت لها ماشي حشومه هذيك وانا كنت قسما بالله ما غاديش نشري شي شوف بعينك ديتي الثمن عاود انا جات نعم دابا عرفتي دابا هو صافي قلنا له يلا ندخلوا عندك دايرين قول له خاي جبد لي انا غندخل دخله صحيحه ضمه في الشركله شو نتاي جبد انا عامقي المقلب فاطمه الزهراء انا ربها الايفون عاش برا الايفون انا ربي الله يرزقك شو بشرى لا قالوا لها فين الدار نجات ما نوريها نمشي عندي الايفون بيدي انا بالعكس انا ماشي من ديك النوع اللي كندخل والله الا جبنيش يبقى المولي ستار ولا جبد لي هذه ولا ما دخلتش على المول الدوم صافي ملي ما كيكون شي عندي كندخل كندي عيني مع الحاجه اي والله كندي عيني مع الحاجه وملي كيكون عندي كنمشي ديريكت ليه انا بيدي مثلا عجبني شي صفار يلا جبد الفلوس فاطمه الزهراء فين كتخمم؟ ما تهرب ولا كتشوف بعيده الجات ايوا نسيت انا بغيت نساوي ملي نعول وجاي في الباب بسم الله بسم الله الزرقين خارجين الحاج اختي بلا تزعل انا شوفي كيما دخلي ما كتبش تشتري دابا انا المشكل الاسمنه زوينه هادية كانت عندي الذاكره قويه كانت كنحكي على الحاجه دابا
بقيت كننسى كنعمل لهم هيدا باش كنبقى مرتاح بصح ما بقاش دابا ساعه وبزاف حتى الناس كيقولوها كنسمعوا كيقولوا هذا هو اللي راه صح لا ما كنضخنا نصبروا والله انا بغيت نعرف هيك كله مزيانه وغنحشم صدعك عافاك عافاك عندك الحق تصبر ربما تصبر في واحد الحاجه ونمشي بحالك المهم الاخوان باش ما نطولوش عليكم بزاف خليكم مع الفيديو ان شاء الله يا ربي المهم تقدينا اللي كتب الله وصحته وراحته ربي يخليها لماها والله يرزق جميع المسلمين جبت لي هذه القصه هذه سير لله سمعتوا بالنسبه للناس اللي فيهم ديك البساله لا كاين بعض الناس باش صراحه الله يعني كتدخل للمحل كتقلب المحل كامل ولا تبقى جبد هذه جبد هذه صافي دخول دي عينك مع الحاجه ميكون عندك اجي سومه وهي انا عمري دخلت لعند الذهبي وما كنتش غادي نشري عمري انا بعد ما كنوصلش لعندو وقت تزيدوا دغيا بقى نمشي عندكم في الدار المهم الاخوان جبرتونا كنعدلوا دابا في الكادوس شوفوا على روينا شوف الكواغط فيه مزيبين كل حاجه فيه مسيبه والله العادي شو الورد الورد من الطبيعه عندك الله يلا المهم هنا جبرتونا كنعدلوا في الريغالوس ديالنا المهم هذا بواطا هذه صراحه هو الكادوس ديتو وفعيلو كبارين والله لا المهم قلت نعدلو هنايا فهاد بواطه واخا حنا قالت لي هي صراحه كبيره كان خصني شي حاجه اللي صغيره بالحق ما جبرتش هاد بواطه هادي هي اللي جبرت ايوا صافي باش ان شاء الله يبان الريغال كيوت يا والله الا كيوت ايوا الصراحه شي قاموس ونص مزيونين حلوين حتى انا والله الا حتى انا ويلبسوهم بالصحه والعافيه امين يا رب دابا اللي ما ديناله شي ديك النهار دابا ديناله واللي ديناله ديك النهار يسمح لنا صافي ما ديناله شي والله الا دابا اليوم ديتنا الامهات كتنسالي اخرى مريم واخرى مريم ومروه مريم ومروه هادو ما قفيت ناس بحال مريمه ديالي اللي خديت لهاد العيد عندهم الحزيم ديالهم دصم صراحه الخدمه ديالهم متقونه ومزيونين المهم بحال بعطيتو ايوا المهم الاخوان ها حنا سالينا والله الا سالينا عرفتوا شنو الساعه دابا مع طلعنا من السوق معطلين والله الا المهم ماشي مشكل دابا الصحه وراحه الله يعطيك الصحه صحتهم راحتهم ولبسهم بالصحه والهنا وباش كيتمنوا ان شاء الله يا ربي يخليهم لهم ويجعلهم ربي ان شاء الله ذريه صالحه ان شاء الله يا ربي ويصلي رزقها بشي عزيري ان شاء الله وفرحوا معاها امين واختي فاطمه الزهراء حتى هي الله رزقها بشي عزيري ولا شي بنيته تصحى وعمرها شكون اختك امين امين يا ربي يرزق جميع المسلمين يا ربي يا الحبيب امين ان شاء الله انت ربي عرفتي تخيل توا ربي الحبيب عنده كل خير عرفتي ان شاء الله ربي نهار اللي عيرزقك عيرزقك باربعه التوامحانه اربعه اختي نعملوا لك الخدامه ومالك الله يلا ان شاء الله يا ربي اي واحد الله يفرح جميع المسلمين لا يفرح امين يا ربي الامومه ايوا هذا ما كان حبيبتي ديالي وقبلوا علينا وصافي المهم عدلناهم هيدا صراحه جاو مزيان حتى ما تحشيهم هيدا في شي قفه وصافي هيدا كيبانوا مزيونين وهنايا ديك القطنات شوفوا الغلاقه هذيك ها هي نزلنا الغلاقه هنايا وطويناهم على هذا الشكل هذا وصافي هادشي اللي كان جاو مزيونين صراحه ايوا صافي هذا ما كان الاخوان حتى هنا وغنقول لكم بالسلام عليكم وتصبحوا على خير نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله يا ربي نتلاقاو في السابع في فيديو اخر ان شاء الله ان شاء الله يا ربي نطلبوا لهم السلام وربي يخلي لهم مالين دارهم ووالداتهم ووالديهم معز عليهم امين يا ربي امين.